آخر نيوز أخبارها كلها عندنا. هو برضو أكتر الأمراض اللي بتصيب السيدة أكتر من الرجال هي أمراض الاكتئاب بأنواعه، ويليها بعض أمراض خلينا نقول لها علاقة بالضغط، لها علاقة بالسترس، تمام؟ زي مثلا ما يسمى بحاجة اسمها أكيوت ستريس رياكشن، اللي هو بيجي في الأفلام الانهيار العصبي، صح؟ مش بيجي ده المدام عندها انهيار عصبي، فالانهيار العصبي ده بيبقى هو الأكيوت ستريس رياكشن، اللي هو ممكن حد يتعرض لصدمة شديدة قوي عليه ويبتدي رد فعله ليها يبقى فيه انهيار أو رغبة في الاختفاء، الواحد مش عايز يتكلم أو مش عايز يتعامل وغيره. الاكتئاب مرتبط عند المرأة بمجموعة من العوامل، عشان كده نسبته فيها يعني نسبته في المرأة ضعف نسبته في الرجل. يعني نسبة انتشار أو نسبة إصابة السيدات بمرض الاكتئاب أعلى مرتين من نسبة إصابة الرجال. الأسباب كتير، من ضمنها أسباب بيولوجية لها علاقة بالهرمونات والتغيير الفسيولوجي بجسم المرأة، يعني بشكل شهري، بشكل مع الحمل والرضاعة، بشكل وقت انقطاع الطمث. يعني الدورة البيولوجية بتاعت المرأة بتساعد كتير على ان يبقى عندها اضطرابات مزاجية وممكن يبقى من ضمنها اكتئاب. من ضمن الأسباب الأخرى الضغوط اللي المرأة بتتعرض لها بشكل عام في المجتمع وقدرتها على تحمل هذه الضغوط، برضو من الأسباب أو من العوامل اللي بتؤدي إلى زيادة ظهور أمراض الاكتئاب في المرأة أكتر من الرجل. هير نيوز أخبارها كلها عندنا.